مساء الخير. طب الصف الثالث الاعدادي بتجدد لقائنا من على منصه البث المباشر لوزاره التربيه والتعليم. معاكم امير جرجس، والنهارده معانا درس جديد من دروس الجبر. هنتكلم النهارده عن الدرس الثاني من الوحده الثانيه. عنوان الدرس اسمه الداله الكسريه الجبري. باذن الله النهارده هنعرف يعني ايه داله كسريه، ونجيب مجال الداله الكسريه او نجيب المجال المشترك لاكثر من داله، ويا ريت نشارك في الحل مع بعض. الداله الكسريه يعني ايه داله كسريه؟ لو كان عندي قاف، والقاف دي هي دالة من ح لح، وكانت قاف س على سبيل المثال عبارة عن س زائد 3، وكانت عندي الدالة من ح لح، ودالة س بتساوي س تربيع زائد الأربعة، الدالة الكسرية هي عبارة عن خارج قسمة الدالتين، زي لما كان عندي مثلا 3 عدد طبيعي و5 مثلا عدد طبيعي. لما كنت بقول 3 على 5 ما كانش بيطلع عدد طبيعي، كان بيطلع عدد نسبي، أو نفس الكلام زي ما النسبي، العدد النسبي هو عبارة عن عدد له بسط ومقام، فبالتالي أنا عندي الدالة الكسرية هي عبارة عن دالة، في دالة في البسط ودالة في المقام، نفس الفكرة بالظبط. طيب يعني على سبيل المثال عندي هنا س زائد 3 وتحت الس تربيع ناقص الأربعة. طيب شغلي دلوقتي هو يا مستر، شغلي إزاي أجيب المجال عندي؟ مجال نون عندي هو ح ما عدا قيم س التي تجعل الكسر غير معرف. يعني ايه كلمة غير معرف دي يا مستر؟ كلمة غير معرف معناها عندي في الدالة الكسرية ان المقام بيساوي صفر. في الحالة دي بنقول ان قيمة الكسر غير معرف، ملهوش قيمة. يعني لما كان عندي زمان مثلا في العدد النسبي كنت اقول 5 على صفر، بنقول غير معرف، او القسم على صفر غير معرف، او ليس لها معنى، او نفس الكلام عندي هنا. طيب معنى كده يا مستر، معنى كده ان اي عدد ممكن اعوض بيه، ممكن اجيب قيمته في الداله عندي، كويس؟ او بمعنى ادق كده علميا، اي عدد ينتمي للمجال ما عدا الاعداد اللي بتخلي المقام اصفار. ليه يا مستر؟ لانها في اللحظه دي هتخلي لي الكسر غير معرف. يعني دلوقتي احنا ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول ان الداله مجالها عباره عن ح فرق اصفار المقام، يبقى ح فرق مين؟ اصفار المقام. وانا دلوقتي لما احسب المجال يبقى المجال عندي هو عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام، اللي هي ما عدا يعني الأعداد اللي بتجعل المقام أصفار. طيب نحفظها إزاي يا مستر؟ بنقول إن مجال الدالة الكسرية الجبرية بيساوي ح فرق مجموعة أصفار المقام. طيب لو أخدت الدالة اللي عندي دي كده سريعا، الدالة دي عندي البسط زائد س زائد 3، لكن المقام عندي س تربيع ناقص الأربعة. عموما في الحالة بتاعتي دي أنا مش بقرب من البسط، لكن عيني على مين؟ على المقام، لان المجال هو ح فرق مين؟ اصفار المقام. طب المقام عندي هنا هو عباره عن داله فرق بين مربعين، س تربيع ناقص الاربعه، لما نعملها هتبقى س ناقص الاثنين وس زائد الاثنين. طيب المجال هيبقى مين يا مستر؟ المجال هيبقى ح ما عدا اصفار المقام. مين الاعداد اللي تخلي المقام بصفر يا مستر؟ الاعداد اللي تخلي المقام بصفر عندي القوس الاولاني يبقى بصفر لما الس تبقى ب2، والقوس الثاني يبقى بصفر لما الس تبقى بكام؟ بسالب 2. كده انا جبت المجال لمين؟ للداله الكسريه اللي موجوده عندي. طيب تعالوا ناخد تمارين ثاني. تمرين واحد بيقول لي عين مجال كل من الدوال الكسريه الجبريه الاتيه، ثم اوجد نون صفر ونون 2 ونون سالب 2. تعالوا نجيب الدالة الأولانية عبارة عن نون س بتساوي س زائد 3 على الأربعة. طيب المجال عندي هنا مين يا مستر؟ لو بصيت للمقام أول حاجة بجيب أصفار المقام. إيه هي الأعداد اللي بتخلي المقام بأصفار؟ إيه الأعداد اللي تخلي الأربعة تبقى صفر؟ مستحيل الأربعة تبقى صفر لأن الأربعة ده عدد ثابت. يبقى هنا مفيش أعداد بتخلي المقام بصفر. يبقى المجال عندي هو ح فرق الفاي، يعني يبقى ح بكتبها ح على طول، يبقى المجال عندي هو ح ناقص بعدين اجيب نون الصفر. نون مين؟ نون الصفر. انا عندي النون س بتساوي س زائد 3 على 4، بشيل الس واكتب مكانها مين يا مستر؟ بشيل الس واكتب مكانها صفر، يبقى صفر زائد 3 ب 3 وتحت ال 4 زي ما هي، يبقى قيمه النون صفر هتساوي 3 ارباع. طب نون 2 يا مستر بكام؟ اشيل الس واكتب 2، شلت س وكتبت 2 زائد 3 والأربعة زي ما هي تحت، 2 و3 5 على الأربعة، كده جبت نون 2. آخد معايا كمان واحدة، لو قلت نون 2 س عبارة عن س ناقص 2 على 2 س، المجال عندي هنا هيبقى مين؟
امتى المقام يبقى صفر؟ لما السين تبقى بصفر، يبقى المجال هو ح فرق الصفر، بستبعد القيمة اللي بتجعل المقام أصفار اللي هي الصفر نفسه. يبقى أنا عندي المجال هنا هو مين يا مستر؟ المجال عندي هو ح فرق الصفر. طيب نون صفر، لو حضرتك عوضت، ركز معايا في الحتة دي عشان مهمة أوي. لو احنا عوضنا في الدالة اللي عندي هنا، كل سين هتقابلك تحط مكانها صفر، جميل بالراحة كده. لو شلت السين وحطيت صفر في البسط يبقى صفر ناقص 2 بسالب 2، كويس. لكن لو تحت كتبت هتبقى 2 في صفر، جميل. يبقى فوق كان الناتج عندي سالب 2 على صفر. ايوه سامح حد بيقول لي ما ينفعش يا مستر ليس لها معنى، كلامك مظبوط. طب في الحالة دي احنا هنعمل ايه؟ ببساطة كده لو انت ركزت هنا كده، احنا بنقول ح فرق مين؟ صفر. يعني الصفر اصلا ايه؟ لا ينتمي للمجال. يبقى في الحالة دي نون صفر بنقول عليها ايه؟ غير معرف. غير ايه؟ معرف، لأن الصفر لا ينتمي للمجال الدال. تاني، هنا المجال هو ح فرق صفر، أي عدد يطلب قيمته مش من ضمن المجال حضرتك هتكتب له ايه؟ غير معرف، وتقول له السبب ايه؟ لأن العدد ده لا ينتمي لمجال الدالة. أنا في اللحظة بتاعتي دي الصفر عندي، هو بيقول لي هات نون الصفر، فقلت له غير معرف. ليه؟ لأنه لا ينتمي لمجال الدالة. طب نون اتنين يا مستر ينتمي؟ اه، هو انا بس بستبعد الصفر. نون اتنين هعوض عادي خالص، هيبقى اتنين ناقص اتنين في البسط، وتحت اتنين سين، يعني اتنين في اتنين، اتنين ناقص اتنين صفر على اي حاجة بصفر. ده كان التمرين الاولاني. تعالوا مع بعض ناخد تمرين كمان. بيقول لي عين مجال كل من الدوال الكسرية الاتية ثم اوجد نون صفر ونون اتنين. نون سين بتساوي سين زائد التلاتة على سين تربيع ناقص الاربعة. مع بعض كده هنحلها ازاي يا مستر؟ ها، ح فرق اصفار المقام، تمام. هتسيب البسط زي ما هو ونبدا نعمل ايه يا مستر؟ نجيب اصفار المقام. طيب انا عندي الداله هي س زائد التلاتة على س تربيع ناقص الاربعه. ابدا احلل مين؟ ابدا احلل المقام. ده فرق بين مربعين، هتبقى س ناقص 2 وس زائد 2. المجال عندي هيبقى ح فرق 2 وسالب 2. ده كده مين؟ ده كده المجال. طيب تعالوا نجيب نون الصفر. ها، هل نون الصفر موجود في المجال؟ ايوه. يبقى اول حاجه بعدين اول ما يطلب منك رقم تشوفه موجود في مجال الداله ولا مش موجود. موجود يا مستر، احنا بس بنستبعد السالب 2 و2. يبقى تعوض عادي خالص، تشيل السين وتحط الصفر في البسط زائد التلاته، وتحت هتشيل السين هيبقى صفر ناقص 2 والتانيه صفر زائد 2، هيساوي معايا صفر زائد 3 هتفضل 3، والقيمة بتاعت القوس ده هتبقى سالب 2، فقيمة القوس التاني 2 سالب 2 في 2 هيطلع معايا سالب 4، سالب 2 في 2 هيطلع معايا سالب 4، يبقى 3 على كام؟ 3 على سالب 4. طب نون 2 يا مستر، أبص أشوفها في المجال ولا لأ؟ المجال ح إيه؟ فرق السالب 2 و2. آه ايوه سامع، ناس بتجاوب. الاثنين مش في المجال يا مستر، يبقى قيمه الداله في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى غير معرف. قيمه الداله في الحاله دي يا مستر هتبقى ايه؟ هتبقى غير معرف، لان انا لو عوضت بالاثنين يا اولاد هتبقى تحت هنا 2 ناقص 2 بكام؟ بصفر، وما ينفعش يبقى الداله عندي بصفر، يبقى انا عندي هنا هتبقى غير معرف لانها لا تنتمي للمجال. ناخد تمرين كمان، بيقول لي عين مجال كل من الدوال الكسريه ثم اوجد نون صفر ونون اتنين. عندي هنا نون س بتساوي س تربيع زائد الواحد، وتحت س تربيع ناقص الس. هنعمل ايه يا مستر؟ هنبدا نحلل الداله اللي عندي هنا. طيب هي س تربيع زائد الواحد وتحت س تربيع ناقص الس، البسط زي ما هو مش هينفع نحلله، لكن تحت عندي هنا س تربيع وعندي س، هاخد الس عامل مشترك. لما اخدت السين عامل مشترك هيتبقى عندي السين ناقص الواحد، هيتبقى عندي ايه؟ السين ناقص الواحد. نبدا نحل مع بعض. المجال عندي هيبقى ح فرق اصفار المقام، امتى المقام يبقى بصفر؟ السين اللي بره دي لما هي لوحدها تبقى بصفر، او القوس ده يبقى بصفر. وفي حاله القوس ده يبقى بصفر امتى يا مستر؟ لما السين تبقى بواحد. شطار. يبقى المجال هيبقى ايه؟ ح فرق الصفر والواحد، ح فرق صفر وواحد. طب نون الصفر مالها يا مستر؟ نون الصفر، نون الصفر لا تنتمي للمجال،
يبقى هيبقى نون صفر غير معرف، لأن الصفر لا ينتمي للمجال، لأن الصفر لا ينتمي لمجال الدالة. طب نون اتنين يا مستر، نبص كده موجودة في المجال، يبقى نعوض ونشتغل. أشيل السين وأكتب اتنين، يبقى اتنين أس اتنين زائد الواحد، وتحت عندي أشيل الاتنين يبقى اتنين، وأفتح القوس في سين يبقى أكتب مكانها اتنين ناقص الواحد. في البسط عندك اتنين تربيع بأربعة زائد الواحد، يبقى في البسط عندك خمسة، لكن في المقام عندي أجيب القوس الأول للأولوية الأقواس، اتنين ناقص اتنين بواحد، واحد في اتنين باتنين، يبقى الناتج النهائي عندي خمسة على الاتنين. آخد تمرين كمان، عين مجال كل من الدوال الكسرية الآتية، ثم أوجد نون صفر ونون اتنين. نون س عندي هنا س تربيع ناقص الأربعة، وس ناقص الخمسة س زائد الست. السؤال ده سؤال مهم قوي وركز معايا فيه، عشان فهمك للسؤال ده هيريحك في العمليات على الدوال الكسرية في الدروس اللي جاية. نون س عندي أمسك البسط وأبدأ أحلله، س تربيع ده فرق بين مربعين لسه حلنا من شوية، يبقى هتبقى عبارة عن س ناقص 2 وس زائد 2، ده بالنسبة للبسط. لكن المقام عندي مقدار ثلاثي، ابدا احلله. تتحلله يا مستر؟ بنحلله مقص، نحلله مقص. س تربيع معناها س في س. طيب والسته دي يا مستر؟ السته دي معناها عددين حاصل ضربهم سته. طب وزائد معناها مجموعهم خمسه. كم في كم؟ يدي لك سته، ولو جمعتهم يدوني خمسه. اتنين في تلاته. وهما الاتنين لما يكون الاشاره الاخيره بتاعت الحد المطلق موجب، يبقى الرقمين اللي عندي ياخدوا نفس اشاره الحد الاوسط. الحد الاوسط في الوضع بتاعي هنا ايه؟ سالب. شطار. يبقى هنا هتبقى سالب وهنا هتبقى سالب، يبقى القوسين بتوع تحليل المقام عندي س ناقص 3 وس ناقص 2 اهم مكتوبين. طيب اعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هتختصر فوق في البسط س ناقص 2 مع س ناقص 2. هنا هقول لك اقف ثواني. ليه يا مستر؟ اقول لك ليه. في الوضع بتاعي ده لازم تجيب المجال الأول. أقولها تاني، لو كان في اختصار بتجيب المجال وبعدين تبسط أو تختصر، يبقى تجيب المجال إيه؟ تجيب المجال الأول. تجيب المجال إيه؟ الأول. يبقى المجال عندي هنا حافر أصفار المقام، القوس ده يبقى بصفر لما السين تبقى بتلاتة، والقوس ده يبقى بصفر لما السين تبقى باتنين. طب وبعد كده؟ بعد كده حضرتك لو أنت عايز تجيب قيمة المقدار ده، حضرتك بتختصر، يبقى عندي الدالة عندي هتساوي س زائد 2 على س ناقص 3، وهناخدها بالتفصيل إن شاء الله في الدروس اللي جاية. بس بنجيب المجال إمتى يا مستر؟ قبل التبسيط. احفظ المعلومة دي ما تنساهاش. طيب هاخد حاجة تانية، إزاي نجيب المجال المشترك لدالتين كسريتين؟ يبقى أنا خدت جبت من شوية المجال لمين؟ جبت المجال لدالة كسرية. طب لو عندي دالتين او اكتر من دالتين نجيب مجالهم ازاي؟ بيقول لك اذا كانت نون واحد ونون اتنين كسرين جبريين، او دالتين كسريتين جبريتين، وكان مجال نون واحد هو ح فرق مجموعه اصفار النون واحد، ومجال نون اتنين هو ح فرق مجموعه اصفار المقام نون اتنين. في الحاله دي عندي هيبقى المجال المشترك للكسرين او للدالتين الكسريتين اللي موجودين عندي اللي هم نون واحد ونون اتنين هيساوي ح فرق مجموعه اصفار مقامي الكسرين. ح فرق مجموعه ايه؟ اصفار مقامي الكسرين. طيب تعالوا ناخد مثال مع بعض نشوف الكلام ده. اوجد المجال المشترك لكل من س على الاربعه و3 على س. جايب لكم حاجه بسيطه خالص كده بحيث ان احنا نجيب المجال المشترك. ببساطه كده انا عايزك تحلها بعينيك. ازاي يا مستر؟ هنقول المجال المشترك هو عباره عن ح فرق اصفار المقام الاول، الكسر الاول. هل الكسر الاول عندي مقامه يبقى بصفر امتى؟ مفيش، يبقى عديه، يبقى كان اللي هو يعتبر فايع. طب وهنا صفر، يبقى المجال المشترك هو ح فرق مين؟ ح فرق الصفر. ده للكسرين. ايوه يا مستر للكسر. اخد تمرين كمان، اوجد المجال المشترك 3 على س تربيع ناقص الس، والكسر الثاني هو س زائد 3 على س تربيع ناقص الواحد. نركز قوي في المساله دي، مهم.
عندك تحت في المقام هنا في تحليل مش مباشر زي المسألة اللي فاتت، وعندك في المقام بتاع الكسر التاني برضو في تحليل. طب تعال ناخدهم كده واحد واحد كده بالراحة. الأولاني هنا عندك سين تربيع ناقص السين، يبقى هنعمل إيه يا مستر؟ هناخد أيوه السين عامل مشترك، هناخد السين إيه؟ عامل مشترك، يبقى التلاتة في البسط هتنزل زي ما هي، واخد السين عامل مشترك. سين تربيع على سين بتنقص من الأس عندك درجة، يعني هنا بدل ما كانت سين أس 2 تبقى سين أس 1. لكن الثانية عندي هنا سالب على موجب ينزل سالب، لأن مختلفين موجب على سالب على موجب يدي سالب. سين على سين طالما إن البسط زي المقام يبقى بواحد، فسين على سين بكام؟ بواحد. ده كده يا مستر مين؟ الكسر الأولاني. الكسر الثاني بسيط وحلو خالص إحنا حافظينه، ده سين تربيع ناقص الواحد فرق بين مربعين. والفرق بين مربعين سهل، بنكتب س ناقص واحد وسين زائد الواحد، بناخد جذر الاولاني س بتكرره مرتين، وجذر الحد الثاني اللي هو الواحد بتكرره مرتين، واحد الاقواس بيبقى بين بين الرقمين اللي عندي سالب والثاني بيبقى موجب، او بين المتغير والرقم سالب والثاني بيبقى موجب. كده انا جهزت شغلي، حللت الكسر الاولاني وحللت الكسر الثاني، ابدا اجيب المجال المشترك. هيبقى هحفر مجموعه اصفار المقامين. طب بالراحه كده هحفر امتى المقام ده يبقى بصفر؟ لما السين تبقى بايه؟ بصفر. نكتب طب وامتى القوس ده يبقى بصفر؟ لما السين تبقى بواحد. اكتب طب وبعدين ادخل هنا امتى القوس ده يبقى بصفر؟ لما السين تبقى بواحد. كتبناها قبل كده ما نكررهاش، لان من خواص المجموعه عدم الايه؟ عدم التكرار، وده قوس مجموع يبقى ما بنكررش الاعداد اللي جوه. كتبنا صفر وكتبنا واحد، ما نرجعش نكتب واحد تاني مره. امسك اخر قوس عندي، القوس ده يبقى بصفر امتى؟ لما السين تبقى بسالب واحد. اكتب بقى المره دي السالب واحد. يبقى المجال المشترك للكسرين هو مين يا مستر؟ هو ح فرق مجموعه اصفار الكسرين اللي هم مين؟ اللي هم صفر واحد وسالب واحد. هما صفر وواحد ومين؟ وسالب واحد. اخد تمرين كمان. اوجد المجال المشترك لكل من ما ياتي. س زائد 4 على س تربيع ناقص ال 4. س زائد 4 على س تربيع ناقص ال 4. والكسر الثاني هو 3 على س تربيع زائد 4. س تربيع زائد 4 س زائد 4. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي كسرين جبريين. تعالوا نشوف الكسرين دول مع بعض نتصرف ازاي. اول حاجه ببص تحت عندي في المقام، هل المقدار ده قابل للتحليل؟ اه يا مستر قابل للتحليل. طب وهل المقدار ده قابل للتحليل؟ ايوه يا مستر قابل للتحليل. طب تعالى نشوفهم كده واحد واحد مع بعض. المقدار الاولاني عندي س زائد 4 في البسط كتبته زي ما هو، تحت فرق بين المربعين س تربيع ناقص ال 4، اعتقد حفظتوها خلاص لو كنت ناسيها. هتبقى جذر الاولاني س وجذر الثاني 2، واحد القوسين هيبقى س ناقص 2 والثاني س زائد 2. كده انا حللت الكسر الاولاني، ادخل على الكسر الثاني، الثلاثه في البسط زي ما هي. طيب دي الكسر اللي تحت ده هو عباره عن مربع كامل، واللي ناسي مربع كامل انا ممكن احلها مقص س في س. عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم برضو 4، طبعا مفيش غير كام؟ 2 و2. إشارة الحد المطلق موجب، يبقى هما الاثنين إشارتهم زي النص، هيبقى س زائد 2 وس برضو إيه؟ زائد 2. أنت بتعرف إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل، فهيبقى عندك عبارة عن جذر الأولاني س وجذر الحد الثالث عندك 2 وإشارة الحد الأصل، هيبقى س زائد 2 أس 2 أو س زائد 2 مضروبة في نفسها س زائد 2. كده أنا حللت الكسرين اللي عندي، أقدر أجيب المجال المشترك؟ أه. تعالوا نجيب الأصفار قبل ما أحط لكم الحل كده ونجهز شغلنا. أهم عندي. القوس ده يبقى بصفر إمتى يا مستر؟ لما س تبقى بكام؟ بـ 2. شطار، باخد المعكوس الجمعي على طول. القوس ده يبقى بصفر إمتى يا مستر؟ لما س تبقى بسالب 2، برافو عليكم. طيب والقوس ده يبقى بصفر إمتى يا مستر؟ لما السين تبقى بسالب 2، والاخراني برضو لما السين تبقى بسالب 2.
طيب في الحالة دي هنكتب ح فرق 2 وسالب 2 وسالب 2 وسالب 2. ايوه برافو، سامع اللي بيجاوب بيقول لي لا يا مستر ما ينفعش لان في المجموعة ما بنكررش، فبنكتب ح فرق الاثنين والسالب 2 واحدة بس وبعدين ما بنكررش، يبقى ح فرق موجب 2 وسالب 2. انا كده جبت مين يا مستر؟ انا كده جبت المجال المشترك للكسرين اللي عندي. اخد تمرين كمان. بيقول لي اوجد المجال المشترك. س تربيع على س زائد الثلاثة وسبعة على س ناقص الثلاثة وس على س تربيع زائد أربعة. كده مديني ثلاث كسور. ينفع؟ اه ينفع جدا. انا قلت لكم ممكن اجيب المجال المشترك لكسرين او ثلاثة او زي ما انا عايز. الحل هحفر مجموعة اصفار المقامات اللي عندي كلها. طيب بالراحة، ده مثال بسيط وسهل. بالراحة كده هحفر المجال مقام الاولاني. امتى ده يبقى بصفر؟ ايوه باخد المعكوس الجمعي لما السين تبقى بكام؟ بسالب 3. اديني كتبتها اهي. طيب امتى المقدار ده يبقى بصفر؟ لما السين تبقى بكام؟ بموجب 3، عشان 3 ناقص 3 يبقى بصفر، ادي موجب 3. امتى المقدار ده يبقى بصفر؟ المقدار ده عمره ما هيبقى بصفر. ليه؟ لان مجموع مربعين، واحفظوه واديته لكم في الحصه اللي فاتت لما كنت بجيب اصفار الداله، وقلت لكم فرق بين مربعين في اصفار، لكن مجموع مربعين عمره ما يبقى يساوي صفر. فهنا مفيش اصفار، عشان كده انا استكفيت بان قلت ان المجال هو ح فرق سالب 3 موجب 3 فقط لا غير، والمقدار ده كده ملهوش اصفار. يعني كان المره اللي فاتت لما بنقول الاصفار كنا بنقول ح فاي ملهوش اصفار. تمرين كمان، اوجد المجال لكل من س س زائد 4 على س اس 3 ناقص 8 1 على س وس زائد 5 على س تربيع ناقص ال 4. السؤال ده حلو خالص وعايزكم تصحصحوا لي فيه كويس جدا. بص يا اولاد معايا، اول حاجه هحلل الكسر الاولاني، البسط زي ما هو، لكن المقام ده فرق بين مربعين. المقام ده ايه؟ فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، ده فرق بين مكعبين. فهاخد الجذر التكعيبي للسين يبقى سين، للسين اس 3 تبقى سين، والجذر التكعيبي للتمانية يبقى 2، واخد نفس الإشارة. يبقى تاني هاخد الجذر التكعيبي للسين بسين، والجذر التكعيبي للتمانية باتنين، واخد نفس الإشارة. عندي تبقى كام يا مستر؟ تبقى سالب. طيب وبعد كده باخد القوس الكبير، لان تحليل الفرق بين مكعبين بيبقى قوس صغير وقوس كبير. بنعمل ايه يا مستر؟ بربع الاولاني، بنقول ايه؟ بنقول مربع الاول، وبعدين بعكس الاشاره، بدل ما هي سالب تبقى موجب، وبعدين بضربهم في بعض، فبنقول مربع الاول وبعدين زائد وبعدين نضرب الاثنين في س. اخر حاجه بنربع سالب 2، ودايما الاخراني يا اولاد بيبقى عدد موجب لان بنضرب العدد في نفسه، فلو كان موجب بيدي موجب، وفي الوضع بتاعي لو كان سالب برضه بيدي موجب، سالب 2 في سالب 2 يدي موجب 4. كده انا حللت الكسر الاولاني، والكسر الثاني مش محتاج تحليل، والكسر الثالث المقام عندي فرق بين مربعين، فبكتب البسط زي ما هو، والمقام هيبقى س ناقص 2 وس زائد 2. عايز اجيب المجال المشترك بالراحه كده. القوس ده يبقى بصفر امتى يا مستر؟ ايوه باخد المعكوس الجمعي لما س ب2. طيب والقوس ده يبقى بصفر امتى؟ عمر القوس ده ما يبقى بصفر يا مستر. القوس ده عمره ما يبقى بصفر. فاي تمام؟ المفكوك القوس الكبير من مفكوك الفرق بين مكعبين او مجموع مكعبين عمره ما يساوي الصفر. طب وهنا يا مستر هو نفسه الصفر، طالما ان السين واقفه لوحدها يبقى بصفر. طيب والقوس ده يبقى بصفر امتى؟ لما السين تبقى ب2. والقوس ده يبقى بصفر امتى؟ لما السين تبقى بسالب 2. يبقى المجال عندي هيساوي ح فرق، ايوه اول واحد 2 والتاني مفيش حاجه، والتالت الصفر اهو نزل، اللي بعد 2 ما بنكررش يا مستر، شطار يا ولاد. اخر حاجه عندي سالب 2. كده انا كتبت يا مستر، كده انا كتبت المجال المشترك للتلات كسور اللي عندي. كده كتبت المجال المشترك ايه؟ للكسور الجبريه اللي موجوده عندي.
بكده نكون خلصنا حصتنا النهارده. يبقى انا النهارده عرفت يعني ايه كسر جبري. كسر الجبري هو عباره عن خارج قسم الدالتين، وفي الحاله دي طالما ان في عندي كسر فاحنا بنستبعد الاعداد اللي بتخلي الكسر عندي غير معرف، فبالتالي احنا كتبنا القانون هو ان المجال بيساوي ح فرق مجموعه اصفار المقام، يعني الاعداد اللي بتخلي المقام عندي بصفر وبالتالي بتجعله غير معرف. وعرفنا ازاي نجيب المجال لدالة كسرية أو لدالتين أو لأكثر من دالتين. كان معاكم أمير جرجس من على منصة البث المباشر، مع تحيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ودمتم في رعاية الله.